السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. اليوم سوف أحاول التكلم على موضوعي باللغة العربية الفصحى، وذلك نظرا لإلحاحكم الشديد في التكلم باللغة العربية الفصحى. موضوعي اليوم هو نصائح للحفاظ على الأرانب في فصل الصيف. مثلما يحتاج الإنسان للبرودة في فصل الصيف، كذلك كل الكائنات والحيوانات بشكل خاص الأرانب توجد. فكيف يمكن توفير البرودة بمواد منزلية بسيطة للأرانب؟ حاولت أن أدون هذه النقط في على شكل موضوع. أولا، الحرص على التهوية الجيدة، وذلك باستخدام المراوح للتجفيف من حدة الحرارة، لأن الأرانب لا تتناول الطعام في حالة ارتفاع الحرارة، كما يمكن أن تصاب بالعديد من الأمراض، خاصة أنها لا تستطيع التعرق وتحتاج إلى ملايين الشعيرات الدموية لكي تتخلص من الحرارة. لذا لا بد من التقليل من درجة الحرارة بأي طريقة متاحة. ثانيا، يجب الاهتمام بالتغذية في فصل الصيف حتى تعتاد الأرانب على تناول الطعام حتى في درجة حرارة مرتفعة بعض الشيء. ثالثا، الحرص على تغذية الأرانب جيدا في فترة الرضاعة، خاصة الرضاعة، لأنها تفقد الطاقة أولا، وتفقدها بشكل ملحوظ، كما أن ارتفاع الحرارة درجة الحرارة يجعل الأرانب لا تقبل على تناول الطعام، وبالتالي فإن الأرانب الصغيرة كما في الصورة تكون أوزانها أقل من الأرانب المولودة في فصل الشتاء. هناك نقطة أخرى، وهي توفير الماء دائما للأرانب في فصل الصيف للتغلب على الحرارة. خامسا، يجب وضع مياه باردة للأرانب. سادسا، وهي النقطة مهمة جدا، وهي على المربي أن لا يحاول خفض درجة حرارة الأرانب عن طريق وضعها في الماء البارد مباشرة، لأن ذلك يمكن أن يعرض جسم الأرنب لصدمة، بل يجب على المربي أن يجعل الأرانب في مكان بارد، ويمكن وضع كمادات باردة على أذنيها. سابعا، يجب وضع الأرانب في الظل كما هو الشأن في هذا القفص، ويجب أن يكون بعيدا عن أشعة الشمس، ويجب على المربي أيضا أن يحرص على تهوية المكان، ويجب أن تكون هناك تهوية جيدة. ثامنا، وضع بعض زجاجات أو قوارير أو قنينات الماء المجمدة لكي تستطيع الحصول على البرودة منها. تاسعا، الحرص على تغيير الماء عدة مرات في اليوم للحصول على ماء بارد ومنعش. إضافة مكعبات الثلج في الماء. هذا من جهة. أما بالنسبة للغذاء أي الطعام في فصل الصيف، فيمكن إعطاء بعض الأعشاب نظرا لفوائدها في الجهاز الهضمي، ويجب إعطاء الأعشاب الطبيعية الغير مرشوشة بالمبيدات الحشرية، وذلك لتجنب إصابة الأرانب بالأمراض. وهناك أيضا الخضروات،
لأن الأرانب تحتاج الخضروات في فصل الصيف. لماذا؟ لأنها تحتوي على فيتامينات، ومن هذه الخضروات البرسيم، الخس، وهناك نبتة أنا أتكلم عنها كثيرا في موضوعاتي، وهي نبتة التفاح. إنها تحتوي على طاقة كبيرة من الحليب. أما بالنسبة للفواكه فهي ضرورية أيضا، ولكن يجب تقديمها للأرانب بكميات قليلة، ومنها الدلاح كما نقول له نحن في المغرب، هناك أسماء أخرى كالبطيخ أو البطيخ في دول أخرى، وهناك أيضا الفراولة والتفاح. وإذا كانت هذه الفواكه أو الخضر غالية الثمن بالنسبة للمربي، فيمكنه إعطاء القشور فقط منها، يعني يمكن أن يأكل الخضروات والقشور التي تشيط لا يرميها، وإنما يعطيها للأرانب لتستفيد منها. إذن هذه هي حلقتنا اليوم، شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.